في أشياء كثير طبيعية مهمة جدا لمساعدة الأشخاص اللي بيعانوا من تقرحات بالمعدة. يعني في مثلا مستحضر موجود فيه الإينولا فيسكوزا، اللي هي مصنوعة من الأجزاء الهوائية للطيون. كذلك الأمر فيها شومر، فيها بروبوليس، فيها هايبركم بيرفوراتوم اللي هي سان جونز وورت، المهم جدا هذا ليمنع المغص وليمنع الاوجاع. وكذلك الامر فيها ينسون وشومر وحبق المي. كل هذه الاعشاب مهمه جدا لحتى تخفف من الاسيديتي اللي موجوده بمعدتنا، وبنفس الوقت في اشياء هي بتساعد على ترميم الجرح او التقرح اللي مصدره او اللي عم يعمله الهيتش بايلوري، البكتيريا الحلزونيه. وهيدي الاعشاب الحقيقه بتقتل البكتيريا الحلزونيه وبترمم الجروح او التقرحات الموجوده بالجهاز الهضمي، لحتى الاشخاص اللي بيعانوا من الاي بي اس اريتبل باول سيندروم او دايفيرتيكيلاسيس، او اذا كانوا بيعانوا كذلك الامر من مرض الكرون. هيدي المتمم الغذائي اسمه ألسر ايد، الشخص بيقدر يستعمل حبه 3 مرات باليوم، ما له اي مساوئ جانبيه، واي شخص الحقيقه بيقدر يستعمله.